مسيكم بالخير، كيف كان؟ إن شاء الله بخير. اسمعوني كتير منيح عشفي. إيران بدها تركب فيلم كيف تحتل بيروت. كيف بدها تحتله؟ بدها تهجر هيل الجنوب ويفوتوا على بيروت. بدهن يقعدوا وين؟ بدهن يقعدوا بيفوتوا على بيوت، بيطلعوا الناس من بيوته بهالبنايات الحلوة وبيقعدوا بهالبيوت باللي موجودين فيها. موجود السجاد، موجود المفروشات، موجود التابلوات، موجود مجوهرات الناس، موجود الفضيات، موجود البورسلان، كله بيملكوهن. كيف بدهن يركبوه؟ بدهن يفتعلوا عمل إرهابي بجنوب لبنان حتى يجبروا الإسرائيليين يدافعوا عن حالهم. عمل إرهابي بدهن يعملوه كيف ما كان حتى يجبروا الإسرائيليين يجتاحوا جنوب لبنان لحماية مواطنهم. تذكروا مني هالشي ولا تزعلوا. هلو ناطرين الانتخابات، ما في شك الناس بطلب منها أنها تصوت السياديين. ليه تخونوا وطنكن لبنان السياديين؟ فوتوا صوتوا. اللي بدهن يبيعوا ضميرن ووجدانن، بدهن يبيعوا لبنان حتى يقبضوا هالمبلغ اللي بياخدوه. هذا المبلغ إذا بتقسموه على القهر اللي بدو يجيهن بأربع سنين وأكتر، مين بيعرف شو بدهن يعملوا بعد الأربع سنين هالعصابة الفاسدة الحرامية اللي سرقوا هالبلد بهالشكل هذا؟ شو اللي بدو يصير؟ بتكونوا بيطلع عليكن ربع سندويشة إذا عم بكن تقسموا هال700 دولار اللي عم بيعطوكن هن. ما هو المطلوب حتى ما توصلوا لهالكواريس وتتهجر الناس؟ الناس بدها تهجر كلها من بيروت، بدهن يحتلوا بيروت، يحتلوها الإيرانية. شو بدها تعمل هالناس؟ وين بدها تروح؟ على المخيمات؟ وين بدها تروح؟ مصرياتها بالبنوك يسرقين لهن هن. ليه أول مرة بيطلع فيه اسمه مخيم لللبنانيين؟ رح يجي لي، اسمعوني منيح ليكو. إذا ما شفتوا أبعد من منخوركن السياديين، أنتوا جوا عم بتناضلوا من أجل لبنان، وهذا صحيح هالحكي، وعم بتناضلوا ودفعتوا ثمن غالي كتير من أجل نضالكن من أجل لبنان. هيدا شيء كل الناس بتعرفه، بس لأول مرة بدكن حكومي بره، حكومي بره. هالحكومة بتشوف أبعد من منخورة. هذا العقل اللبناني المتفوق اللي بيشوف شو هي الحقائق الموجودة قدامه، the reality، بيشوف الواقع قدامه اللي ما شو بيقدر يعمل. بيتوجهوا للأمم المتحدة وبيطلبوا بصفة الحكومة الشرعية الممثلة للشعب اللبناني بأكثريته، منحب نلتقى مع دولة إسرائيل. إذا بيستقبلوني منروح لعندهم تنحكي معهم، وإذا بيحبوا هون بالأمم المتحدة ما عندنا مشكلة. نحن ما عندنا مشكلة بالأمم المتحدة بدولة إسرائيل، نحن ما عندنا مشكلة، منروح ومنحكي لهم بكل بساطة. انتو موجودين بهالأرض من 5783-84 سنة، وقتت ناس كتير، نحن منهم. وفي ناس
من أبناء الطائفة اليهودية الكريمة من أجل وضعهم بالضرائب وغير الضرائب، شيء تأسلم وشيء عمل مسيحي. والشعوب لمن جيت تعلمت، كيف تعلمت؟ تعلمت ثقافتكم وحضارتكم. هذا شيء. نحن الآن بهالوضع هذا، بتصور كإسرائيليين أنتوا كدولة إسرائيل بتشوفوا الواقع المزبوط. هالمنطقة ما بقى تتحمل شيء، بوقت هالمنطقة تقدر تنتج وتعطي. أولا نحن دول الهلال الخصيب، نحن هلا جايين كلبنانيين وبنتمنى على السوريين يلحقونا والعراقيين يلحقونا مثل ما نحن عم نقوم. نحن بدنا ندرس أطفالنا من الدوزيام، من بيبلش بالدوزيام بده يحكي يتعلم العبرية ويحكي العبرية. نحن بدنا نكون جزء من الكومنولث الإسرائيلي 100%. نحن بدنا نكون جزء من السنتر كوموند الإسرائيلي. نحن بدنا نكون مثل الأوروبيين. هذه المنطقة الكومنولث نستعمل عملة واحدة، هي عملة دولة إسرائيل. إذا شفتوا هالمنطقة مثل ما نحن عم نحكي فيها، نحن جاهزين تنمشي بنمثل أكثرية الشعب اللبناني. بدو شيء ليه بزعجون وليش وبقولوا نحن قاعدين بره، هيدي الكروتي، هالحكومة كلها موجودة، هذا كل واحد كرته. ونحن جايين كلنا متضامنين، وهذا الأكت اللي نحن موضينه كلنا. هيدي نسخة عنا خلاص. هني بيقوموا بالواجب اللي لازم يشوفوه، هني دولة مهمة، هني بيقرروا ضمن استراتيجية شو بدهم، حرين. نحن شرحنا لهم انه اهم استراتيجية هي مصلحتكم معنا. هذا العقل اللبناني اللي بيشوف. هلا بدي اقول له لسليمان توني فرنجيه، قولوا لي هلا انت عالجديد رح اسمعك، طمن بالك طمن بالك طمن بالك، ايه باكد لك طمن بالك، بعد منك كل واحد شيري، كل واحد شيري بصغرتي مين ما كان يكون، شيري بقضاء صغرته أو بقلب صغرته. بعد ما قتلتوني باك فرنجية، من وين مالك ومنين جبت هالميل تشتري هالأرض؟ إيه ده تفوشن علينا ما حنخلي. أهلا وسهلا فيكم، وخلصنا بس تنشوف كيف بدنا نسكر. ها الله صرنا منسكر. طمن بالك سليمان فرنجية، واللي بيقول لك لا قل له كذاب، انت شيري بنشي، بدنا نشوف من وين المصريات، انت بزيتك قبل غيرك. هيدا هيك سرقة الميل بهالشكل هيدا، وجايين تتفوشنوا على هالناس، هيدي ارضهم، هيدي ارض جدودهم. لك بنك انت لا بدنا نكشف عليه، ما حنخلي شيء يحرقوا بالدنيا. أهلا وسهلا فيك.